مرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا طبعا نتكلم ونبدأ في أخبارنا عن النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إنه خلاص تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني على إن النادي الأهلي يخوض التمرين بتاعه يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله، يكون على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلا من يوم الجمعة. وده طبعا هيكون التمرين إن هم يستعدوا لمباراة المريخ اللي هتكون يوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وقال كمان إن كان المفروض يكون التمرين الرئيسي على ملعب المباراة يوم الجمعة اللي جاي، بس انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني وسان داونز الجنوب أفريقي في نفس اليوم هي اللي خلت إن يكون في الاتفاق ده، إن يكون التمرين يوم الخميس مش الجمعة. كمان كان كابتن سيد عبد الحفيظ قال إن الفريق هيخوض التمرين الأخير يوم الجمعة خلاص على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم. يعني هو التمرين يوم الخميس إن شاء الله، والتمرين الأخير هيكون يوم الجمعة في أحد الملاعب القريبة جدا من الفندق. طبعا يعني وإحنا استعدادنا للمباراة بدأ بالفعل، يعني إحنا نتكلم طبعا عن تدريب وشغل مستر موسيماني مع الفرقة يوم بيوم، لكن طبعا المرحلة الأساسية أو مرحلة الاستعداد الأساسية لسه مش دلوقتي.